نرجع تاني لمنتخبنا الاولمبي اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في الاولمبيات القادمه باذن الله. معايا عبر الهاتف الان الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. انا سعيد جدا بالمداخله مع حضرتك والله يا كابتن. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طمنا بقى على المنتخب الاولمبي بعد كمان المباراه النهارده، الحاله عامله ازاي؟ الحاله الفنيه عامله ازاي؟ خلاص المنتخب في جاهزيه تامه، لسه في بعض المعسكرات ولا الاجراءات الفتره اللي جايه؟ يعني احكي لي الوضع بالنسبه للمنتخب الاولمبي قبل الاولمبيات ان شاء الله يا فندم. والله الحمد لله النهارده هنا المعسكر، كان المعسكر بدا من يوم 1/11، بدا من يوم 1 لغايه يوم 11. انا لعبنا خلال المباريتين مع منتخب كوت ديفوار. الو سامعني؟ اتفضل يا فندم. فالحمد لله مستر مكاري الحمد لله معجب بالمعسكر واداء اللعيبه، عندنا مباراتين طبقوا فيها اللي هو بينفذوا في التمرين، احتكاك كويس، لعيبه كوت ديفوار لعيبه محترفه واجسام قويه وبنيان قوي، فكان في استفاده الحمد لله. كنا حوالي 24 لعيب في المعسكر، شارك منهم 21 لعيب، ما تبقاش غير ثلاث حراس هم اللي مشاركوش، فتقريبا الراجل شاف كل اللعيبه اللي موجوده معانا في المعسكر، وده برضه ميزه تديله ان هو يبقى شاف كل اللعيبه، وده فرص للعيبه كلها قبل اعلان القائمه النهائيه ان شاء الله. عظيم. القائمه النهائيه هتعلن امتى يا فندم؟ 3/7 ان شاء الله. 3/7، هل في مباريات وديه قادمه ولا خلاص كده استكمل؟ لا ان شاء الله لسه هنعمل معسكر قبل الاولمبيات ان شاء الله. من يوم 10/7 هيكون في فرنسا. عظيم. في مدينه بوردو، هنلعب خلال مباراتين وديتين، اتاكد مباراه اول مباراه يوم 14 مع اوكرانيا، ولسه المباراه الثانيه ان شاء الله بنتفاوض عليها. عظيم جدا. ليه ما لعبناش مع الارجنتين يا فندم؟ عشان ده سؤال برضو الجماهير بتساله. بالنسبه لموضوع الارجنتين او المعسكر ده تحديدا، كان محدد طبقا للخطه اللي احنا كنا حاطينها، هنلعب في بطوله طولون. جت بطوله طولون تحولت تحت 20 سنه، فطبعا ما ينفعش نشارك فيها وهي كلها منتخبات تحت 20 سنه. فبدأنا نشوف منتخبات تانية نقدر نلعبها، كان في الأرجنتين تواصلنا معاهم، لكن كان في تخوفات صحية شوية على اللعيب من اللعيبة على طول المسافة والإرهاق اللي هيحصل، وبعدين خصوصا إن احنا كنا هنلعب يوم 11 الماتش التاني، وعبال ما نرجع واللعيبة هتشارك على طول مع أنديتها، فكان في تخوف طبي من الآثار ممكن تأثر على اللعيبة في الدوري، ولا قدر الله يحصل لهم إصابات نضطر منها احنا قدام. فكان الاختيار التاني كلمنا الأرجنتين، طب تعالوا أنتوا برضه، هم رفضوا إن هم ييجوا. وبدانا نشوف حلول اخرى، لقينا منتخب كوت ديفوار منتخب قوي، لعيبته محترفه، لسه ملاعب فرنسا الشهر اللي فات وملاعب العراق، فبرضه المنتخبات المتاهله للاولمبياد بتلعبوا، يعني فلان منتخب قوي، وخصوصا ان احنا ممكن برضه خلي بالك احنا نقابل منتخب افريقيا، احنا ناخد من المجموعه اللي فيها مالي، فممكن تلعب مالي مثلا، فمدرسه برضه هتلاعبها، يعني مش صحيح. مش حاجه مختلفه. خبر اصابه مصطفى محمد ازعجكم كجهاز فني للمنتخب الاولمبي؟ اكيد طبعا اي لعيب مصري يصاب يعني اكيد بنزعل، يعني يا ربنا يقوم بالسلامه ان شاء الله، بس اكيد كمان ان هو واحد من المرشحين ربما يخش من الثلاثه. اكيد طبعا. ان شاء الله هنتواصل مع دكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب الاول، وان شاء الله يطمنا، ودكتور طارق سليمان برضو طبيب المنتخب الاولمبي يتواصل معاه، ونشوف ان شاء الله الوضع يوصل الحاله ايه. هل وصلت لكم موافقات بالنسبه للاعبين المحترفين من انديتهم ان هم يشاركوا في الاولمبياد كلاعبين كبار، يعني محمد صلاح، تريزيجيه، احمد حجازي؟ انا عارف ان انتوا بعتوا تقريبا لكل الانديه عشان تاخدوا موافقات مبدئيه لحين ما يختار ميكالي قائمته، هل تم الوصول لموافقات من هذه الانديه؟ والله احنا لسه ما بعتناش للانديه اصلا، يعني هو لسه المستر ميكالي ان شاء الله خلال اليومين الجايين هيبقى في اجتماعات نشوف المرشحين بالنسبه له مين ان شاء الله من الكبار، ونبدا نتواصل مع انديتهم ومع اللعيبه ونشوف الامكانيه ان شاء الله ان يكونوا معانا ان شاء الله. كابتن محمود حرب مدير منتخبنا الاولمبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق مع الجهاز الفني واللاعبين في الاولمبيات القادمه باذن الله.